الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا لا تحرمنا من القرب منك، اللهم علمنا كيف نرضيك وكيف نحبك حبا جما. ربنا نستزيدك من خيراتك ونزل علينا بركاتك، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والبركة. الآن بفضل الرحمن نواصل الحديث عن أسرار، عن بعض أسرار آيات كريمة من أول سورة الحج. رب يقول: وما لكم، أو هنا الآية دي كتير، علاش؟ على خاطر هم ناس يدعون الإسلام وما يظهرش عليهم خصال الإسلام. رب يقول: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله. تورب القاعدة مع ناس إسلام، بعض ما فهمنا في الدولة الإسلامية الفاتية فالناس إسلام. جئتكم بالله، سألتكم بالله، من منكم ينفق على أولاء سرنا؟ أي سيدي مش لازم يقولوا معناه يتربص بينا فلان وفلان وكذا كذا من عرض وعزم جنب والسيئة والاف بي اي وغيرها من المسيس وغيره فيهم. لا، والسر يكتب مش بيك انت تقول لا فماش ولا تعطل فيه، لا موجود. هي معصية لعدو الله، فيا تعالى يا رحمن يا رحمن الرحيم، وكل شيء يجيهم معلومة أو قطعة سلاح أو أي شيء يزمو يفكوا بالعدو به فهو نفق في سبيل الله. انت اللي عندك الذنوبات وانت كنت معاصي وعندك الحجار الكريم بين ظفرين، لو كنت مسلم حقيقة لكان منك الكثير من مد يدك للمجاهدين حقا، وان ليس لهم كمال، نحن ليس لنا كمال الاسلام، لا، لكن مش تقعدوا تحايلوا نطعنوا فيهم. داعش مجرمين، شكون جاب لنا الخبر اليقين؟ ترى تقولون الناس يا سيدي ناخذ 90% منهم كما تقول، وال 10% سنين منكم، ولا تعموا الحيلة اذهب انت وربك فقاتلا ان هؤلاء قاعدون. هذه حيلة بني اسرائيل، كلفتهم وكلفتهم لعنات سارية الى يوم الدين. اذا انتم تدعون الاسلام بقرى إيمان واقعين في نفس الوضع، الموساد انتم عناصر لها، تتكلموا غير ما تعرفوا تقولوا، تطعنوا في اخوانكم الموساد سطر قول هذا يسال اسرائيل، شاهد هذه يسال اسرائيل، لانه هك نفتكوا بسمعة الدولة الإسلامية الفاتية أو ما يبيدوا ما تبقى من القاعدة. الرئيس الأمريكي ما قالش مصر على مؤامرة تسيدوا المغوار عليه رضوان الله، وبعد خرج قالوا تح السموات كلها، خرج وقال قتلنا، من قتلت ذاك حكم، مشيتوا مقابلة وأنتم تتجهون وجبتوا أعتى الخنازير بتاعكم، ومشيتوا هكا ربما أخذ من آخر ومن مسلم يا حمقى، وبنيت وعاد تنشر ارتاحنا، والله منكم مش ارتاحوا. هذا قام دوره وعرج إلى المولى، التحق برجك الأعلى وخلى السنة الطيبة عطيرة بالنسبه منكم، واللي يحب يتحكم له موجود بالذات، واللي قاعدين بعده أقدر منه فكرا وإمامة وفعلا في الرقع السياسي واللي تحب انت. شنو عملت؟ صرتم زدتوا ما لا حمستوا ما لا جنود الله
حمستوه، وهذا دليل حبكم، وانتم يباكم تبوى بعدوانيتكم ضد الاسلام او ما تبقى من الاسلام، مش تقريب على الاسلام، بالعكس انتم كل خطأ منكم يزيد ينبه الناس اللي كانوا مخطئين في حق الله، تو كما توليت تعلموا في اسيادهم. Yes, ce sont des anti-musulmans, ce sont des kuffars, ce sont des sanguinaires. N'a-t-on même un élément plausible qui peut tenir la route lorsqu'on cherche la vérité de ces gens-là? Bel et bien, l'axe, nous avons dit le bidaya, quand nous avons dit le mishihoun et le hatmina, رانا على جد مع رب العالمين ونحن نريد ان نرجع الاسلام، وهذا وقع. وبالتالي كسروا رمز الرموز سيسبيكم خيلعب ونساكم، وانتم ليش يعز لما تتبعوا الاسلام وكوجوا في الماشين كوجوا تطيب على الكتاف. ايه شيخ، ايه يا دكتور، يا ولدي ما يفيدك شيء هذا. هاد الناس يتمرقونكم يزيد يسخر منكم بجهلهم، وإذا لكم لو كنتم تفهم الإسلام كنتم تصفوا هؤلاء اللئام. لكن بعد قليل إن شاء الله تعالى تراوا كل ما جبتوا روحكم وتبريتوا من المجاهدين، وإن كانوا على خطأ أنا لا أزكي أحدا، لكن حتى واحد منكم يقول هؤلاء على خطأ بالتبع حتى اذا يترتب على كونكم انتم وضعتوا معكم ارواحكم الخبيثه النتنه اللي هي في قبر ابليس الخبيث الملعون مطرود من رحمه الله، والياس من التوبه قد مش حد يتوب انتم، لكن اسقاط ذاك مش يرجع عليكم في الوباء. وانتظروا قليلا تشوفوا من ساعتكم شيء زي كان كانوا مقلوب النمط بتاعكم وظهريتكم زي كذلك، إذا كان ما عملتش قطيعة ولو لم تذكر القطيعة مع سوء أخلاقكم مع الله. نرجع للآية الكريمة، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يا ولدي ما كنت بطبيعتك طبعا تحب الإرث، أنفق سبيل الله توجد، ما فماش حديث قدسي يا عبدي أنفق وأنفق عليك، ولنا تدو زدناه مدى الهداية للأخي كان بالكلام حتى بالنفق في سبيل الله الهداية. والرسول عليه الصلاة والسلام ما يبقي في بيته شيء إلا القليل، لأنه كل في سبيل الله. يوصى يعطي إنسان أعربي ما لم يكن في الحسبة يرجع قميض خطوي ملكه النبي عليه الصلاة والسلام بكرامه، حين يصل قل امنوا بهذا الرجل او الرسول عليه الصلاه والتسليم فانه لا يخشى الفقر. اين انتم؟ انتم فقركم من عينكم ويشهد امام الله يعني فماش لؤم كيف لؤمكم تدعوا الاسلام وما زلتوا عندكم الوقعه تقول انا مسلم. مسلم اخي بالحديد عن الاسلام والانتساب الباطل، ربما يرد ربي كيف قطعة صخر على وجوهكم الكريهة. احذروا لما الله فيصل بيننا وبينكم، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. زي ربي مليانة، أنت أسأت فهم المولى وعملت كما يريد، الله فقير عنه شريتك ولبسرقاتك أنت الغني في فورة ربي ويجيب بلا مع قوانين وبلا مع السجون مع الأبدان ومع الطب ومع الصيادلة وغيره والممرضات والممرضين، ما كانش على الأسد والأسد وشرق فيهم الشمس كذلك شرق شمس ما كسبته من عرب تعيش تبيش. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح فتح تبت
وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا. القتال قلنا مش بالضرورة تكون في الميدان العسكري، قتال باللسان، النطق في سبيل الرحمن. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. نجيب شيء من عندي، هذا كلام الله، هذا المصحف فيصل بيننا وبينكم، معنا شيء نجيبه ولا نحيه، كلام الله حافظه الله، ونحن نترجم ما جاء في بعض الميادين. وقمنا الحج عليكم مرارا وتكرارا وقاتلا، أيوة، لا يستوي منكم من أنفق فيه من قبل الفتح وقاتلا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا. علاش قلنا احنا كروكم عليكم باش تنفقوا بعد ذلك، دليل فتح ربي أنا أقولكم بالإيمان الحقيقي. الذين أنفقوا من بعده، أي من بعد الفتح وقاتل، هنا مش فتحة مكة، هنا فتح قلبك، من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والشكر، كرم الإلهي ورحمة وسعت كل شيء، وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. واختم الآية الكريمة دي: من ذا الذي يؤمن الله قرا حسنا، تعمل أي عمل وإن قل وزنه عندك أو عند معاك، لكن العظيم الوزن عند الرحمن. قال يا رب فهمت أنت ماذا قدمت؟ صدق، قلت من ذا الذي يقرن، كانك سلفت ربي، يقرن الله طول منك ربي، وأنت يعطيك بسبب الله كانك سلفت. شوف ربي كيف يتعامل معك، شوف 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 السيد المطلق كيف كرمه لا حدود له. من ذا الذي يقرن الله قرضا حسنا، مش قرضا سيئا للنساء بالمن والأذى، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه، مش يضاعف الدوبل مش سنتيبل، لا، إلى ما لا يتعب، يقول قادم على تجارة رابحة. ننسين إخواتكم اليوم ما نقاش ما يأكل، طول عمره يرى الكعبة غلى وما بيشماش ما نسيش بيدي، هكم فكرتوا فيهم معلومة مش قليل راه، ولمرضى بقوا حتى حد يهزهم طبيب ولا مستوصف ولا مستشفى ولا مصحة. يا ناس فيكم النفقة أبوابها كثيرة ووجوه عددها لا يحصو إلى رب العالمين. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ولو أجر كان، أي يضاعف وزيادة من الرحمن المنان اللي هو ينفق كيف نشاء ولا يخشى الفقر أبدا. قال لك ولو أجر كريم، أي سارككم فوز سارة تري 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 بل تري جوند الكريم، هذه كاكشوز كي تري هم يريس كي دون son compte qui multiplie les dons sans s'arrêter, sans dire ah c'est ça pas plus. Donc il est généreux avec un grand génie. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.